يعني في حاجه كده بيسموها ميتا سيت او تحيز ذهني، اللي هو انت لازم تكون عارف انت بتتكلم عنه. علم السيكولوجي تعلم جدا السيكولوجي، تمام؟ زي مثلا ما اتكلمنا كده في السيكولوجي الانسان وعضلات وعظم ومش عارف ايه، فهو بالظبط الهيستولوجي هو بيدرس التركيب الباطني. اصغر حاجه موجوده اللي هو المفروض ان احنا ندرسها هي الخليه، فلازم اعرف الخليه دي محتواها ايه او انا هتكلم اصلا في الشابتر بتاعها، تمام؟ هو لما جه اتكلم في الشابتر دي عن الخليه، قال ان الخليه بتتكون من فيها حاجه اسمها نيوكليس، معاها حاجه اسمها اورجانيل اللي هي العضيات، ومعاها حاجه اسمها انكلودز، تمام؟ التشبيه عباره عن او مثلا زي ايه بالظبط؟ زي مثلا حمام سباحه، تمام؟ بيبقى موجود فيه ناس مثلا اللي هي بتنزل الحمام ده، وبيبقى معاهم مثلا حاجات جامد مثلا او اي حاجه اللي هم الالعاب اللي بيلعبوا بيها او الحاجات دي، تمام؟ فهو عباره عن اللي هو الخليه دي الوحده الاساسيه اللي هي موجوده، الخليه الوحده الاساسيه اللي هي بتاعت بنيه الانسان، او الوحده البنائيه للانسان والوحده الوظيفيه للانسان. الكلام تقريبا هو نفس اللي موجود برضه في السنه، تمام؟ هو قال ان هي بتحتوي على نيوكليس اللي هي النواه، وفيها حاجه اسمها سيتوبلازم. السيتوبلازم ده اللي هو عامل السيتوبلازم ده اللي هو عامل زي الميه اللي موجوده في حمام السباحه، اللي هو المحتويات او السائل او الماتريكس اللي موجوده جوه الخليه دي. بيبقى فيها حاجه اسمها اوجين. الانكلوجن دي اللي هي عباره عن الحاجات الجماد اللي موجوده، اللي هي ناتجه مثلا من فترات الخليه، او هي حاجه موت اكتف يعني مش شغاله، حاجه موجوده كده مثلا زي الصبغات، حاجه مش موجوده في التكوين الاساسي بتاع الاورجانيل هو العضي او الحاجه ليها وظيفه، تمام؟ احنا هنجيب الشابتر من ناحيه ليه؟ لان احنا في الاول داخلين بحماس كده واللي هو فانتوا غالبا كله مذاكر الجزء الاول. المشكله كلها في الجزء اللي في الاخر، فاحنا هنبدا بالجزء اللي في الاخر. هنبدا اول حاجه عشان نخلص منها بالانكلوجنس. الانكلوجنس دي زي ما قلنا عليها اللي هي بتبقى عباره عن زوائد او حاجات نوت اكتف موجوده في الخليه، تمام؟ هي نوت اكتف مش بتبقى اسينشال، هي طالما هي مش اكتف ولا ليها فايده فاكيد نوت اسينشال. بس في بعض الانكلوجنس هنقول عليها هتلاقي انه ليها فايده، تمام؟ يعني هو مش كله ملوش فايده، لا، في بعض الانكلوجنس في بلاغه. الانكلوجنس دي لما جاء قسمها او قال عليها قال ان هو ممكن تكون عباره عن ستورد فود، او ممكن تكون عباره عن بيجمنت، يعني اكل متخزن، او ممكن يكون عباره عن بيجمنت يعني سبب، تمام؟ الاكل اللي متخزن ممكن يكون عباره عن الحاجات اللي متخزن يا اما كربوهيدرات يا اما ليه، صح؟ الحاجات اللي بتتخزن دي بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما كربوهيدرات اللي هي النشويات يا اما ليبيد. الكربوهيدرات لو جينا نشوف هي بتتخزن ازاي او بتتخزن على شكل ايه؟ قال في حاجه اسمها جلايكوجين بيتخزن فيه، جلايكوجين جرانيول بيتخزن عن طريق الكربوهيدرات او النشويات. بالنسبه للهيستولوجي لما اجي اتكلم عن حاجه انا كل ما يعنيني في الموضوع ان انا اوصف شكلها من حيث ايه؟ من حيث حاجه اسمها ال ام او مايكروسكوب، وحاجه اسمها اي ام اللي هو الديجيتال مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ده اللي هو بيجيب الشكل من بره، يعني مثلا الشخص ده واقف من بعيد اهو وشايفنا ده، شايف ان في شخص لابس مثلا كذا وكذا واللون اللي فيه كذا. طب لما يجي مثلا حد يقرب اكتر لا هيعرف تفاصيل اكتر. هو ده بالظبط الفرق ما بين اللايت مايكروسكوب والديجيتال مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ده بيجيب الشكل الخارجي من بره، الديجيتال مايكروسكوب بيجيب التركيب الخارجي من بره. يعني لو في مثلا اي مثلا اورجانيل او حاجه او في اي حاجات صغيره موجوده في الشكل اللي انا هشوفه من الالكترومايكروسكوب هقدر اجيبها اكتر من اللايت مايكروسكوب. فنرجع لموضوعنا تاني، احنا كنا بنتكلم عن الانكلوجن، والانكلوجن قلنا ان دي عباره عن حاجات بتبقى متخزنه جوه الخليه بس نوت اكتف، يعني من الاخر ملهاش فايده او مش حيه، مش كائن حي. بتبقى عباره عن ايه؟ قلنا يا اما ستورد فود اللي هو بيبقى متخزن، يا اما عباره عن بيبقى. الستورد فود لما جينا نتكلم عليه قلنا ان هو ممكن يكون عباره عن جلايكوجين متخزن يا اما عباره عن ليبيد متخزن. فالجلايكوجين اللي متخزن يبقى الكربو هيدريت، الليبيد متخزن 10 جلايكوجين هنشوفه بالالكترون باللايت ميكروسكوب الاول ازاي. اللايت ميكروسكوب لما اجي اعمل الطريقه اللي هي الاساسيه بتاعتنا اللي هي الاستخدام السابقه اللي اسمها هيموفوكس المعروسين، لما اجي احضره اثناء تحضيره في المعمل الكربو هيدريت ده بيدوب، بيحصل حاجه اسمها السولد. السولد ده اللي هو معناها بيدوب، فبالتالي انا مش هقدر احطه على شريحه علشان خاطر اشوفه، يبقى بالهيماتوكسين والهيوسين. يبقى بالهيماتوكسين والهيوسين انا مش هقدر اشوف
صبغة الكربوهيدرات او الجلوكوز اللي انا مخزنها. طب لما اجي اشوفه بالالكترو مايكروسكوب، بالنسبه للالكترو مايكروسكوب بيبقى متجمع على شكل حاجتين، يا اما يكون في سنجل حاجات بتبقى سنجل لوحديها كده بتبقى اسمها الفا جرانيول، الجرانيول دي اللي بتبقى عباره عن الكربوهيدرات تمام. فانا لما اجي اشوفه اشوفه بالظبط كده كسنجل جرانيول متفرقه تمام. يبقى ده كده لما بيكون الالفا جرانيول، الالفا جرانيول انا هشوفها كل واحده لوحديها سنجل جرانيول تمام. انما لما تيجي تكون مجمعه على شكل سبايرال او اي شكل تاني بيسموها بيتا جرانيول. يعني ايه بيتا جرانيول؟ يعني ما بتبقاش كده، لا بتبقى لازم بعضها كده شكل سبايرال. يبقى دي كده السنجل اللي هي لوحدها، ودي اللي هي مرتبطه مع بعضيها او عامله روستيك اللي هو شكل الورده، تبقى مجمعه بعضيها عامله شكل ورده فبيبقى اسمها بيتا. يبقى ده كده انا اتكلمت فيه عن الديستروجن بتاع الكربوهيدرات بتتخزن على شكل ايه؟ قلنا بتتخزن على شكل جلاكوزين. باللايت ميكروسكوب لما اجي اشوفها مش هتظهر. ليه؟ لان اثناء عمليه التحضير في المعمل بيحصل لها ديسولف او بتدوب، وبالتالي مش هقدر احطها على الشريحه واشوفها. بالنسبه للالكترو مايكروسكوب لما اجي اشوفها قلنا ممكن تكون حاجه من اثنين، يا اما تكون على شكل سنجل مع كل واحده لوحديها فدي بيبقى اسمها الفا، او ممكن تكون متجمعه مع بعضيها مثلا على شكل روست مثلا او اي حاجه فبيبقى اسمها بيتا جرانيول تمام. دي كان بالنسبه للكربوهيدرات. بالنسبه بقى للليبيد، الليبيد بتتجمع في الاديبوز تيشو او في الاماكن اللي هو النسيج الدهني اللي في الجسم بتتجمع فيه الليبيد. لما باجي اشوفها باللايت مايكروسكوب نفس الكلام برضه، اثناء عمليه التحضير ما بقدرش اشوفها. ليه؟ لان برضه بيحصل عمليه روجان وبتدوب وما بقدرش احطها على الشريحه واشوفها تمام. لان الهيماتوكسين والكروموسين بيبقى فيه مثلا زي احماض وكلها بتعمل تفاعل فبتتوه بالحاجه، يبقى انا مش هقدر اشوفها. بالنسبه للسبلات الخاصه دي حاجات لازم تكونوا عارفينها لان هي كتير. وانتوا طبعا عندكم الدور الاول كله بيسموه، يعني مثلا الكربوهيدرات كان بيقول ان انا مش هقدر اشوفه الهيماتوكسين والكروموسين اللي هي السبله بتاعتنا اللي هي اساسيه، مش هقدر اشوفها عشان بتدوب. بس ممكن اشوفها امتى؟ قال لك لو صبغناها بحاجه اسمها بي بي اس او البيس سكار. دول نوعين صبغتين موجودين بس بينهم الجيلات الانتروجين تمام. بالنسبه بقى للفات زي ما قلنا ان هي باللايت ميكروسكوب انا مش بقدر اشوفها في الماتيكس والكروسين لان هي بتدوب، بس ممكن اشوفها بصبغه خاصه. الصبغه الخاصه دي كان اسمها سودانسي تمام. يبقى انا كده خلصت الانفلوجن اللي هي بتبقى عباره عن فود سورس اللي هي الغذاء المخزن. طيب بالنسبه بقى للبيجمنت كده احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الفلوجن. ممكن يكون في بيجمنت او صبغه. الصبغه دي يا اما تكون اندوجينوس يعني جوه الجسم من جوه مصنوعه او متكونه جوه الجسم، يا اما اكزوجينوس يعني جايه لي من بره. طب الصبغات اللي بتتكون في الجسم ممكن تكون عباره عن ايه؟ ممكن تكون صبغه تقريبا كلهم عارفينها اللي هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز تمام؟ الهيموجلوبين ده عباره عن صبغه. بس له فايده؟ اه له فايده. يشيل ايه؟ يشيل الاكسجين من الار بي سيز. يبقى احنا كده عرفنا ان الانكلوجن ممكن يكون ليها فايده. اه هي نوت فايتال ومش اكتف بس ممكن يكون ليها فايده. الصبغه الثانيه هي صبغه الميلانين تمام؟ دي بتبقى موجوده على الحاجه الثالثه حاجه اسمها لايكوفيوزن. اللايكوفيوزن دي او اللايكوفيوزين دي بتبقى عباره عن صبغه بتتجمع في النيرف وفي المصل اللي هو النيرف او الخلايا بتاع الاعصاب. دي خلايا مش متجدده يعني خلاص وانس هي مايل خلاص على كده هي ما بتتجددش مره ثانيه. بنخزن فيها بقى الفقرات بتاع الخليه دي بتتخزن على حاجه اسمها لايكوفيوزن جرانيول اللي هي او لايكوفيوزن بيجمنت اللي هي الصبغه اللي موجوده جوه الخلايا بتاع النيرف تمام. ممكن تكون اكسجين اسمها يعني كده خلاص خلاص الصبغات اللي جوه الجسم او المتصنعه جوه الجسم ممكن الصبغات دي ممكن تكون جايه من بره. في صبغه اسمها الكاروتين اللي هي موجوده جوه الجزر او الكربون. دي صبغه لونها كده في نفس لون الجزر اللي بعدين بتدخل جوه الخلايا. وفي اللي هي حاجه اسمها الكربون ده موجود في الدوار لما بيدخل جوه الرئه تمام بيعمل بيجمنت كده موجود جوه الخلايا بيبقى اسمها كاربون بيجمنت. وفي الحاجه الثالثة اللي هو التاتو مارك علامات التاتو اللي هو بيتحط على الجلد ده وتحت الجلد دي بتدخل جوه الخلايا نفسها وتتشاف كانها ميكروب. احنا كده خلصنا الجزء اللي هو بتاع الميكروب. حد مش فاهم حاجه او حد مش مرخم معاه في حاجه؟ طب يا جماعه
اعمل كده بس عشان ممكن بس ملخص سريع كده للجزئيه. انا هلخص بس انا بقول لك يعني في اكتف كده ما بين بعضينا عشان اعرف فاهمين ولا مش فاهمين ولا ايش تقول. لا خليك واقف بس انت كل حاجه. هو بص برضه عشان وقف الفيديو يعني الكلام اللي اتكلمنا كده اتفضل اتكلم فيه عنه. هو عامل فريق اللي هو كان اتكلم فيه عن حاجه اسمها نيوكليوس وفي ناس بتشرح كده اتكلم فيها عن نيوكليوس اتكلم عن حاجه اسمها نيوكليوس وحاجه اسمها نيوكليوس وحاجه اسمها نيوكليوس. وقلنا ان الفريق دي حاجه كده عامله زي حمام السباحه بيبقى فيها حاجه اساسيه في النص اللي هي نعتبرها مثلا المصفر الموجوده في النص الحمام السباحه اللي هي النيوكليوس. وبيبقى موجود فيها اورجانيل او حاجات حيه اللي هي البشر اللي في المكان ده. وبيبقى فيها النيوكليوس اللي هي ايه؟ اي حاجه ثانيه كمان موجوده جوه الحمام. وبيبقى فيها سيتوبلازم اللي هو الميه اللي ساخن بتاع الحمام. تمام؟ وقلنا ان احنا هنبدا الشطه من الاخر للاول. علشان الناس اللي مذاكره دايما بتذاكر من الاول للاخر فغالبا كله سقط الجزء الاخير. بالنسبه للجزء الاخير لما بدات فيهم زي ما قلنا ليه؟ عشان عباره عن حاجات زياده موجوده جوه الخليه واللي هي روت فايتر يعني مش كائن حي. تمام؟ ليها وظيفه غالبا ما لهاش وظيفه بس قلنا ان في بروجكتس بيكون ليها وظيفه وبيكون ليها فايده زي ما احنا هنقول بعد كده وزي ما قلنا بعد كده. اتكلمنا ان الروت دي عباره عن حاجتين يا اما يكون ستور فود يعني الاكل المخزن يا اما عباره عن بيجمنت او سرايا. بالنسبه للبيجمنت ستور فود اللي احنا اتكلمنا عليه قلنا ان هو في حاجتين بيتخزنوا وغالبا احنا عارفينهم من زمان. عارفين ان الجلوكوز بيتخزن على هيئه جلايكوجين في الليبر او في خلايا العضلات. الليبر بيتخزن في النسيج الدهني بتاع الجسم. تمام؟ وقلنا ان الاستروجين لما هنيجي نتكلم عنه هنتكلم عن حاجه اسمها لايت مايكروسكوب وحاجه اسمها الكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب اللي هو الشكل من بره وغالبا ده بيعتمد على الصبغات واللي هعرف فيه الصبغات الخاصه اهم حاجه عشان الام سي كيو. بالنسبه للالكترو مايكروسكوب اللي هو التركيب الدقيق اللي هي بقى التفاصيل اللي من جوه اللي انا عايز اشوفها. واتكلمنا عن الكربوهيدرات لما بيجي يتخزن كله بيتخزن على شكل جلايكوجين. وقلنا باللايت مايكروسكوب لما اجي اشوفه بالهيماتوكسين والميوسين اللي هو الصبغه الاساسيه بتاع الهيستولوجي مش هقدر اشوفه. ليه؟ لان هو اثناء عمليه التحضير بتاعته بيحصل له الصور يعني بيدوب مش هقدر اطلع الشريحه واشوفها. فبستخدم صبغات خاصه. الصبغات دي ممكن تكون في حد الكربوهيدرات الدي اي اس او البيس سبار. بالنسبه للليفل قلنا ان هو بالنسبه للشكل الالكترو مايكروسكوب الاول كنا بنقول ان هي ممكن تكون على شكل جرانيول متجمعه مع بعضينا او سين كل واحده لوحدها. لو هي سين زي كده مثلا بيبقى اسمها الفا. انما لو كانت ماسكه في بعضها زي مثلا بتكون كده وعامله لي شكل روزيت او شكل ظهر فبنسميها بيتا جرانيول. خلاص؟ خلصنا كده جزء من الستورد فود ودخلنا على الشق الثاني اللي هو جزء الديجمنت. قلنا الديجمنت لما نيجي نتكلم عليه حاجه سكين من بره قلنا يا اما اندوجينوس يعني جايه من بره الجسم يا اما اندوجينوس يعني متكونه جوه الجسم. الاندوجينوس لما جينا نتكلم عليها لقينا ان في ثلاث انواع احنا اتكلمنا عنها اللي هم الهيموجلوبين دي عباره عن صبغه كلنا تقريبا عارفين الهيموجلوبين موجود في الار بي سي او اسمها فرات الدم الحمراء. تمام؟ مسؤول عن ايه الهيموجلوبين ده؟ مسؤول عن ان هو يشيل الاكسجين من اللون يوديه لباقي الانسجه او باقي الجسم وبيشيل السي او 2 يوديه للون. فده له فايده هو عباره عن بيجمنت ايوه بس خلاص له فايده. فاحنا كده كسرنا القاعده اللي احنا قلنا الجلوتينز ما بقاش فيها فايده. لا احيانا الصبغه الثانيه اللي ممكن تتكون جوه جسمي حاجه اسمها ميلانين. الميلانين اللي هي عباره عن الصبغه بتاع اللي بتبقى موجوده جوه الجلد. الحاجه الثالثه قلنا اللي هي عباره عن لايكوفيلوزين. واللايكوفيلوزين دي اللي هي عباره عن صبغه او انكلوجن بيتكون جوه النيرف سيل. النيرف سيل من ضمن الحاجات اللي بتريجنريت يعني ما بتتجددش يعني هو مسافه ما ماتت وانس هي ماتت خلاص ما تعرفش تتجدد مره ثانيه. بيتخزن جواه اللي هي اللايكوجلوزين دي اختلفت فيها الاقاويل. انت ما تشغلش بالك بالكلام ده. هل هي فايدتها ايه او هل هي مثلا غذاء للنيرف او هي بتعمل ايه؟ لا ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه ان في
بيسيل حاجه اسمها اندوجينوس كبيجمنت، وهي عباره عن اندوجينوس خلاص. الاوزوجينوس اللي هي الحاجات اللي جايه من بره، زي مثلا السبغه اللي هي كانت اسمها كاروتين، والكاروتين ده عباره عن السبغه اللي موجوده في الجزر. لما بناكل الجزر دي السبغه دي بروتين في جوه الخليه كامله، وبتظهر تحت الميكروسكوب وبقدر اشوفها. ممكن مثلا تكون حاجه اسمها كاربون بيجمنت، اللي هي بتبقى عباره عن اضطراب المتغير في الهواء لما يدخل اللنج، هيدخل جوه الخلايا بتاع اللنج فيتكون حاجه بيجمنت اسمها كاربون بيجمنت. الحاجه الثالثه اللي هو التاتو مارك او علامات التاتو اللي بتتعمل على الجسم، ده بتبقى عباره برضه عن سبب خارجيه باحينها جوه الجسم وبتدخل جوه الخلايا. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الدكتور ولخصناه على السريع. حد عايز فيه حاجه؟ معاكم الكتاب على السريع، معاكم الكتاب بص فيه يعني عشان لو حد عايز يسال عليه حاجه. تمام؟ لما نتكلم بقى على الميمبرين، قلنا ان الميمبرين هو عباره عن
صابل ممبرين، يعني ممبرين من فوق من جزئين، جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي ده ناحية السيتوبلازم من بره، يعني اللي موجود هنا عبارة عن سيتوبلازم وباقي الخارجي، يعني نفترض إن كل الصفورة دي هي الخارجي. ودي كده النوكليوس بتاعتها. يبقى كده السيتوبلازم وكده هو النوكليوس نفسه. يبقى الجزء اللي بره ده ناحية السيتوبلازم. طيب أشوف إزاي اللي هو النوكليوس ممبرين ده. يعني ممكن حد يفكر كده مثلا. شكله احنا قلنا باللايت مايكروسكوب يا اما اشتغل الاساسيه بتاعتي اللي هي تكسر كويسين تظهر عندي يا اما ميزوفيلي يا اما اسيتوفيلي. طيب تفتكروا بقى انا هشوفه ازاي؟ انا موجود من بره عندي رايبوزومز وموجود من جوه عندي كروماتين تمام؟ هشوفه ايه؟ ميزوفيلي. ليه بقى؟ عشان الرايبوزومز. الله ينور عليك. يبقى هو كده انا مش لازم ان انا اكون في علاقه بالرايبوزومز ان هو ميزوفيلي. الريبوزومز دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. الريبوزومز عباره عن بروتين وان ايه؟ ان ده اسمه العربي ايه؟ حمض صح؟ يعني حمض لما اجي اصبغه اصبغه ايه؟ في بيس عايز بروتين بيس يبقى غالبا اي حاجه فيها بروتين هتبقى بيسوفيلين. ليه بقى؟ لان هو اسيد بيتكون من اسيد فلما اجي اصبغه هصبغه بحاجه بيس تمام؟ مش لازم تعتمد ان انا احفظ على في حاجات كتير مش بس طبعا بس فانا كده عرفت الممبرين ده بيبقى بيزوفيلي. طيب بيزوفيلي ليه؟ اقول بسبب وجود بره كيرايبوزومز اللي هي عباره عن بروتين وار ان ايه، الار ان ايه هو حمض عيني فعشان كده هيظهر كانه بيزوفيلي. ومن جوه في كروماتين وبعد كده نعرف ان الكروماتين ده اللي هو عباره عن الجينات بتاعتها. الجينات بتاعتها عباره عن ان اللي هي برضه حمض امين عشان كده هيبقى بيزوفيلي تمام. بالنسبه بقى للالكترومايكروسكوب اللي يعني انا هشوفه ازاي؟ زي ما قلنا كده ان هو عباره عن دبل ممبرين كده بيبقى في بوس موجوده جوه موجوده في النص. يعني انت شايف الاوتر ممبرين اهو لحم مع الانر ممبرين تكون ايه؟ بوس موجوده هنا كده او فتحات. الفتحات دي بتسمح بالتبادل ما بين السيتوبلازم وما بين جوه النيوكليوس تمام. احنا هنعرف لما نيجي ناخد البروجرامين ان شاء الله بعد شويه ان النيوكليوس دي هيتكون فيها الرايبوزومات اللي هتطلع بره تكون البروتين بتاعنا. فبيتكون بتتكون هنا وبعدين تطلع بره. فانا عشان ادخل واخرج كده محتاج عندي كورس او حاجه ادخل واخرج تمام. يبقى ده بالنسبه للنيوكليوس ممبرين. انا هحاول ان انا وانا بشرح اقرا عشان لو في كلام صعب عايز يتفهم تمام كده ولا اعدي الحته؟ لا لا بس طيب هو زي ما بنقول ان اللايت مايكروسكوب بتاع النيوكليوس ممبرين هو اللي هو الالكترو مايكروسكوب قال ان هو عباره عن دبل بول بالترابط بسيط بالنيوكليوس بول. الترابط اللي هو بيحب في المنتدى بيبقى فيه الترابط اللي هو ايه؟ حتى خط خالص بيتقطع بيبقى عباره عن اوتر ممبرين اللي هو بيبقى شكله جرانيولر بسبب وجود الرايبوزومز. جرانيولر اللي هو بيشكل عامل ازاي؟ تمام؟ طيب بالنسبه بقى للانر ممبرين، الانر ممبرين هو قال ان هو بيبقى عباره عن فايبريلر بسبب وجود الكروماتين. فايبريلر يعني مش لو جينا وضحنا اكتر مش هتلاقي الشكل ده عامل كده هتلاقي عامل كده. على شكل فايبرز صغيره فهو ده اسمه فايبريلر تمام؟ وقال لك بيبقى في حاجه اسمها نيوكليوس بوكس. خلاص؟ يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هي النيوكليوس ممبرين. نيجي بعد كده للجزء اللي هو اسمه نيوكليوس سيلز. النيوكليوس سيل دي عباره عن حاجه موجوده جوه الخليه زي ما انتم شايفين او السائل موجود جوه الخليه. بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على كل الغول الاساسي. بيحتوي على كل الحاجات اللي محتاجها النيوكليوس عشان تعيش تمام؟ اللي هو مثلا الفوسفات عشان اصنع مثلا استخدمه في تصنيع الار ان اي مثلا اللي هو النيوكليك اسيد. موجود مثلا الكالسيوم علشان الانزيمات نفسها وموجود الكالسيوم. موجود كل حاجه النيوكليوس محتاجها. في السد، السد موجود ما بين الفراغات اللي هي لو جينا رسمنا الدنيا بس عشان ما تبقاش معبده بتبقى النيوكليوس كلها مليانه وفي فراغات بيناتها. الفراغات دي اللي هي عباره عن النيوكليوس زي مثلا شوفوا قاعدين كده مع بعضيكم اهو بس في فراغات مثلا ما بين ده وده. النيوكليوس سيل هو عباره عن كلويد سوليوشن. بصوا يا جماعه كلمه كلويد دي اللي هي نوع من انواع اللي هو
كولينج سوليوشن اللي هو السيره ده هو يعني بيبقى موجود مباني الفراغات اللي موجوده في النيوكليوس. تمام. الفايده بتاعته ايه؟ هو عباره عن ايه او بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على كل الغذاء اللي محتاجاه النيوكليوس اللي هو سواء مثلا بوتاسيوم سواء مثلا كالسيوم سواء مثلا شوجر انزيمز والحاجات دي كلها. طب انا كطالب مطلوب مني بقى ان انا احفظ انزيمز وشوجر وكالسيوم وبوتاسيوم وفوسفور ولو نسيت واحده هتحتاج ولا لا؟ خالص عادي انا ممكن ان افتكره او اقوله. يعني السؤال ايه؟ في الام سي كيو غالبا الحاجات دي بتيجي ام سي كيو يعني مش هيسيب كل اللي معاك من الزمان دي كلها ويجي على حاجه زي كده. الفانكشن بتاعته ايه؟ قال لك ان هو بيجي الار ان اي يعني يعني هو عشان ما تقولش مثلا الار ان اي يلاقي جسم صلب فيروح راجع تاني لا في سائل ممكن يتحرك معاه. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا النيوكليوس. بعد كده في حاجه اسمها البروتين. والبروتين دي اللي هو بيرطب على رسومات كتير. كروماتين لما بيكوندنس في قسم الكروموسوم هي الكروماتين دي عباره عن الصفات الوراثيه بتاعتها. تمام؟ لما نيجي نتكلم عن الكروماتين هنتكلم مايكروسكوب ميكروسكوب فانكشن زي غالبا اي حاجه هنتكلم عليها في الاسبوع. فاللايف ميكروسكوب هيظهر ازاي؟ كان هو بيقول ان في نوعين من الخلايا اللي هي الخلايا الاكتف وخلايا الاكتف دي اللي هو الكروموسوم او الكروماتين اللي موجود فيه بدل ما هو كوندنس على بعضه كده لا هي مفروض. تمام؟ تفتكروا الخلايا دي هو المفروض ليه؟ عشان تصنع واحد تاني زي يبقى كده طالما انا هصنع واحد تاني زي يبقى الخلايا دي بتعمل ايه؟ بتصنع بروتين. تمام؟ يبقى انا كده عندي نوعين في نوع اسمه ايو كروماتين في نوع اسمه انسيرو كروماتين. الايو كروماتين اللي هو بيبقى الشكل ده وبيبقى خليه اكتف الكروماتين اللي موجود بيبقى اكستندد يعني ممتد بيبقى اكتف يعني في شيء اللي انا هصنعه او الشيء اللي انا محتاجه عشان اكون البروتين موجود واضح قدامي. بس هل في الحاله دي بقى هيبقى موجود واضح؟ لا طبعا مش عارف اوصله. انما هو لما يبقى اكستندد كده هيبقى الجين اللي انا محتاجه واضح وهقدر اصنع البروتين اللي انا عايزه. تمام؟ طيب بيظهر او بيخلي الخليه شكلها بيه؟ يعني انا لما ابص على حاجه مثلا مفروده غير لما ابص عليها وهي كونتنسيف او لازقه ببعضها. تمام؟ بيظهر شكل الخليه كانه بيه. وبعد كده هنستخدمه في الشغلات اللي جايه لما تدخل في الكونكتف والحاجات دي هتلاقيه بيستخدم مصطلح تكتيكي ان هو النيوكليوس يا اما كروماتيك يا اما هيتروكروماتيك. فهيستخدم المصطلح ده تعويضا بقى عن هي بي ولا انت هتفهم لوحدك ان هي تناظر. هيتروكروماتيك يبقى خلاص الخليه اكتف وبتبقى كونديسيف لشكلها ضرب تحت الميكروسكوب. لما اعرف واسمع كلمه نيوكروماتيك اعرف ان الخليه دي اكتف وبتصنع بروتين والكروماتين اللي فيها اكستندد علشان كده اقدر اشوف الجين واقدر اصنع منه البروتين اللي انا عايزه. وبالتالي الخلايا بشكلها يبقى ده الالكتروكروماتين والايوكروماتين. تمام؟ بعد كده بالنايت ميكروسكوب هشوفه ازاي؟ بالالكترو مايكروسكوب هشوفه ازاي؟ الالكترو مايكروسكوب هو بيقول ان هو برضه بيسمى الايوكروماتين يا اما الالكتروكروماتين. الايوكروماتين هو بيقول ان هو فاين جرانيولز يعني عباره عن حبيبات كده بس صغيره قوي. تمام؟ ده لما يظهر تحت الالكترو مايكروسكوب. طب لما اجي اشوفه بقى لما اجي اشوف الكروماتين ده اللي هو الكونتنس على بعضه هشوفه ازاي؟ نفس الشكل ده بالظبط عباره عن ثلاث اجزاء. قال لك بيبقى فيه جزء مين؟ بريفرال اللي هو بيبقى موجود عند الاير والبريفرال وبيبقى فيه جزء ايزوليتد لوحده كده متجمع مع بعض وبيبقى فيه جزء حاجه اسمها كروماتين باوندد للنيوكليوس اللي هو ثلاث اجزاء بيبقى فيه نوع من الكروماتين لازق على الاير والبريفرال بيبقى في نوع من الكروماتين اسمه ايزوليتد بيبقى موجود لوحده كده جوه النيوكليوس وبيبقى في جزء لازق في النيوكليوس. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للثلاث انواع بتاع الالكتروكروم. تمام؟ قال لك الفانكشن بتاعته بقى غالبا احنا كلنا عارفينها بالسهل. في شينز انفورميشن تكوين بروتين تكوين مش عارف ار ان اي تي ار ان اي تي ار ان اي. تمام؟ حرام عادي ولا اسرع عشان الناس قاعده تروح؟ اسرع معلش وراها انا بالنسبه ليا مش معتاد على حاجه بس انا عايز اترجم معاك لان هي اللي اكتر حاجه
هو كان بيقول ان الفورماتين بيتكون من نيوكليو بروتين وهيستون زحمه شبريه البروتينات الهيستونيه وغير الهيستونيه هو ده بقى الهيستون البروتينات الهيستونيه وغير الهيستونيه هو الهيستون النيوكليو بروتين اللي هو بيبقى عباره عن بروتين تمام وبيبقى لازم فيه اللي هو القواعد من الجينيه والحاجات تمام اللي هو مثلا اصلا بيبقى لازم فيه بعض ده بالنسبه للنيوكليو بروتين والهيستونز بيقول ان انا لما اجي اشوفه لغايه ما يتوزعوا بيبقى عباره عن بيزوفيليك بارتيكلز يعني عباره عن بارتيكل او طبيبات شكلها بيزوفيليك يعني شكلها تظهر تحت الميكروسكوب كانها بيزوفيليك ليه؟ لان هو اصلا عباره عن ار ان اي واحماض ودي ان اي عباره عن احماض امينيه فالاحماض الامينيه لما اجي اسبوها هتبقى حاجه بيزوفيليك تمام؟ لما جاء قال لي هو عباره عن تو تايبس نيو كروماتين ستينجز زي ما قلنا اكتف نوت ايزابل يعني مش بقدر اشوفه تحت الميكروسكوب كويس النيوكليوس بتظهر كانها بيل زي ما قلنا ان احنا هنستخدم المصطلح ده بعدين كتير وعباره عن الاستند كروموسوم اللي هو بيبقى الكروموسوم في حاله اكستند وقلنا الكروماتين ده عرفت على لقب الكروماتين اللي هو اللي موجود في الخلايا كلها لما يتجمع على شكل حرف اكس ده بيبقى الكروموسوم وبالظبط الكلام دي ده هو الكروماتين هو بس الكروموسوم بيبقى على شكل حرف اكس عشان الاتصال الكروماتين بيبقى اللي هو بيتجمع جوه النيوكليوس على الشكل ده وهي بتصنع مثلا بروتين او حاجه تمام الهيتيروكروماتين قال ان هو بيبقى كونتنسيف يعني مرتبط على بعضه قوي بيبقى ان اكتف يعني الخلايا مش اكتف مش هقدر اصنع منه بروتين بيبقى دارك شكله غامق قوي لان الحاجه كونتنسيف على بعضها و بيتكون من الكلويد كروموسومز في حد ان اكتف جين يعني الكروموسوم بتاع الكلويد او متجمعه على بعضها او مرتبطه ببعضها تمام بالنسبة للدكتور ميكروسكوب قال ان الهيتيروكروماتين عبارة عن فايبرامينز زي ما قلناها اللي هي بتبقى عبارة عن كويدات رفيعة أوي وصغيرة أوي بالنسبة للهيتيروكروماتين قسمناها ان هو ثلاث أجزاء نوع بريفرال اسمه بيبقى موجود على الإنر ميمبرين وبيبقى نوع اسمه كروماتين أيلانس بتبقى موجودة في كل الأجزاء اللي هي من جوا الجماعة الوحدية أو الزريق الوحدائي وفي نوع تاني بيبقى اسوشيتد مع الكروماتين مع الـ مع النيوتروس اللي هي موجوده جوه النيوتروس او النويه اللي موجوده جوه النويه تمام ده كان بالنسبه للكروماتين وطبعا الفانكشن بتاعته سهله دي الانفورميشن بروتينز وتكوين الار ان اي الحاجه الاخيره اللي احنا هنتكلم عليها في النيوكليوس عباره عن النيوتروس او النويه تمام نعم بيت شاحن بيت شاحن انا دلوقتي عندي الخلايا دي مثلا وهي مثلا طاح شمال الميه بتقول عليه السماوي اي مكان واللون اللي بس اللي لابسه الدكتور اللي بيصور تقريبا نفس اللون بس ده غير مختلف تمام طيب ايه بقى الفكره ان ده بيبقى حاجه اسمها كونجنس يعني ده لازق في بعضه تمام لما انا مثلا مش عارف انت هتشوفها لو انا جبت مثلا في وسط مثلا حاجه زي كده مثلا وجمعت حاجه واحده بس اسود كده وفردتها تمام هتبقى ظاهره ان هو اسود في الاثنين لو جمعتها على بعضها بالظبط كده هو ده اللي بيحصل مع الكروماتين لما يبقى اكستنجر هيبقى ظاهر في الاثنين بس لو كوندنسر هيبقى ظاهر في الاثنين تمام الكروماتين ده اللي هو تمام؟ الكروماتين
بس هي نفس الحاجه هي نفس الحاجه بس الشكل بيختلف ايوه اخر حاجه بقى خلاص اللي هي او النويه برضه زيها زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح هي الايكروسكوب اللي ماشيين معانا دايما في الايكروسكوب اللي ما بنشوفه تمام الايكروسكوب بتاع النويه عباره عن ايه هي برضه نفس النظام عباره عن بيزوفيل طيب الدكتوره كانت بتسال ازاي اعرف ان دي بيزوفيل والثانيه مش بيزوفيل الايكروسكوب بيجيب الشكل كله على بعضه تمام طب انا عرفت منين بارس فايبروزا ده بيبقى عباره عن يوريفورمد ار ان اي
الار ان اي لسه بيتكون. فورس يعني موجب اللي هو عباره عن المكسور بمعنى ان انا مثلا ممكن اشبكها ممكن اشبكها اللي هو عباره عن جزء في النص كده بس فده كده اسميه الفورس حواليه حاجات كده اللي هو بنسميها فايبروز. فايبروز دي عباره عن فايبرز كده تمام. وان الخارج خالص بيبقى فيها حاجه اسمها جرانيولز او جرانيولز. المراحل عندي ايه؟ ده سنترال دي ان ايه؟ ده بيبقى يوريس سايز ار ان ايه؟ انما ده بيبقى ماتشور ار ان ايه تمام؟ وطبعا قلنا اللايت لاير بتبقى عباره عن النيوكليار سيل اللي معدي في النص، سواء هنشوف مثلا النيوكليار سيل ده معدي كده مثلا او بالشكل اللي احنا بنشوفه. الفانكشن بتاعتها عباره عن ايه؟ قال لك بتكون الار ان ايه اللي بيمسك في البروتين علشان يكون الرايبوسومز، الرايبوسومز يطلع بره يكون بروتين تمام. كده احنا خلصنا النيوكليوز. سلام عليكم. حد عنده فيها اي سؤال؟ طيب هو ده اللي انا كنت عايزه. ده لو كنت عايز مش ممكن تعتبر النيوكليوز ده جزء من الرايبوسومز. لا هو الشرط البدني زائد ان انا في عندي حاجه اسمها حارس 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 هو عامه يعني حارس النيوكليوس حارس النيوكليوس حارس واحد السايت لما جينا قسمناه الى انكلوجن واورجانيزم صح؟ النيوكليوس دي دي بارت لوحده مش تبع حاجه عشان كده انا بقول لك بص على تفسير الشرط مش قبل ما تبدا كده احنا خلصنا. معلش لو بندس الدارك اريا مش هو اللي هو الدارك اريا اللي هو بتاع النويه ممكن هي عباره عن سكول جراك اشيرنس بيبقى مش متعبر من بين يعني هي موجوده كده جوه فين؟ جوه تمام؟ بتظهر ازاي في الجهاز لما بيشوفوه قال لي بتظهر جزء منها دارك وجزء منها لايت. الجزء الدارك بيظهر ثلاث اجزاء والجزء اللايت اللي هو عباره عن الجزء اللي في النص. طب الجزء الدارك ده بقى بيظهر ازاي؟ بيبقى بنفس الترتيب ده لو انا عندي حاجه اسمها سنترال بروتين موجود في النص تمام؟ موجود حواليه حاجه اسمها فايبرز كده فبيسموها ايه؟ فارس فايبروز تمام؟ بيسموها فارس فايبروز تمام؟ والجزء الثالث حاجه اسمها فارس جرانيولوز 30 فارس يعني اللي هو بارت وفايبروز اللي هو فايبر اللي هو اسمه فايبر هو فايبر سبار فبيسموها فارس جرانيولوزا 30 فارس جرانيولوزا اللي هي بتبقى على شكل جرانيولوز. لما اجي اشوف كل واحده بتعبر عن ايه؟ ده السنترال بين دي ده اليوس سايز ار ان اي انما ده المجلوس سايز ار ان اي يعني ده مجلوس. انت لما بتكبر بعد البيبي بتبقى شاب كبير على طول ولا بتعدي مراحل في النص؟ لما بتيجي تعدي بالمراحل دي هي دي بقى اللي اسمها نيوريس سايز على شكل فايبرال كده على شكل فيو تمام. وبعد كده لما تطلع فوق تكبر تكبر اكتر تمام. فعشان كده بتظهر بارس جرانيولوز تمام ولا ما فيها حاجه؟ لو مش فاهم دول مش عيب. طيب بالنسبه للنيوريس هنلخصها تاني على السريع ولا احنا هنتكلم فيها على مراحل الاربع حاجات عباره عن النيوكليار مينبرين وعباره عن النيوكليار سيل وفي حاجه اسمها كروماتين وفي حاجه اسمها نيوكليوز او نويه. النيوكليار مينبرين لما جينا اي حاجه هنتكلم عليها بقى الميكروسكوب اللي بنشوفه الميكروسكوب لو ليها فانكشن ولو في حاجه سبيشال ممكن والله الميكروسكوب بتاع النيوكليار مينبرين انت اللي قلت مش قلت اللي هو عباره عن ايزوتوب موجود من بره ريبوزومز ومن جوه كروماتين. بالالكترو ميكروسكوب ان هو بيظهر طبقتين الطبقه اللي بره بتبقى جرانيولار بسبب وجود الريبوزومز اللي على شكل بابيه الطبقه اللي جوه بتبقى فايبرس او بتبقى على شكل فايبرات او خيوط صغيره علشان لازم فيها كروماتين من جوه. قلنا ان يبقى في موجود انترابتد او متقطع بحاجه اسمها فورس. الفورس دي بتسمح بمرور الحاجات من والى النيوكليار سيل قلنا انها عباره عن الفراغات اللي موجوده جوه النيوكليس وسائل ده بيسمح بلويد ليكويد او سائل رغوه كده بيسمح بمرور او بيبقى عباره عن باسج عشان الحاجات تعدي جوه النيوكليس منه الى النيوكليس
وبعد كده اتكلمنا عن الفانكشن بتاعته زي ما قلنا ان هو بيتكون بالخروج. بعد كده اتكلمنا عن حاجه اسمها كروماتين واللي هو عباره عن الجينيتيك انفورميشن. الكروماتين ده لما يجي يتقسموا قسمناه بالضبط بالميكروسكوب الى ايه كروماتين وايه كروماتين، وبالالكترون مايكروسكوب برضه ايه كروماتين وايه كروماتين. الايه كروماتين ده اللي بيبقى عباره عن الاكستندد دي ان ايه، او ان الكروماتين بتاعي بيبقى اكستندد او مفروض بيبقى اكتف لان انا طيبين بروتين وصنع بروتين. بيظهر بيه لان هو الحاجه اللي بتكون مفروده تبقى ظاهره بهت او اللي هو بيبقى اسمه اللون الشاحب بيه. بالنسبه للثاني وده اللي هو بيبقى عباره عن كوندنسيت اللي هو الهيدروكروماتين، بيبقى كوندنسيت على بعضيه بيبقى الجين بتاعي اكتف يعني من الاخر ما اقدرش اصنع منه بروتين لانه بيبقى كوندنسيت على بعضيه بيبقى ظاهر دارك. في اللايف الكتروميكروسكوب قلنا ان هو بيبقى عباره عن برضه هيدروكروماتين وبيبقى عباره عن ايه كروماتين، وقلنا ان الهيدروكروماتين بتبقى عباره عن على شكل جرانيول كده او حبيبات، وقلنا ان الهيدروكروماتين بيبقى له ثلاث اشكال او بيبقى له ثلاث اجزاء، جزء ماسك في الانر ميمبرين من جوه وجزء بيبقى ايزوليتد لوحدي وجزء بيبقى ماسك في الانر ميمبرين. بعد كده اتكلمنا عن الفانكشن بتاعته وقلنا ان الفانكشن بتاعته بالنسبه للنيوكليوس او النيوكليوس اللي هي النوايه قلنا ان هي بتبقى عباره عن جزء موجود جوه النوايه بس مش محاط بالميمبرين. بالالكترومايكروسكوب اللايت ميكروسكوب لما اجي اشوفها هتبقى عباره عن راوندد وشكلها ميزوفيل تمام. بالنسبه للالكترومايكروسكوب لما اجي اشوفها بالالكترومايكروسكوب قلنا ان هي ليها ثلاث اجزاء زي ما شرحناهم كده، قلنا ان في كورس مورفولوجي جزء عباره عن سنترال دي ان ايه وبيبقى فيه حواليه من بره جزء ثاني اسمه بارس فايبروزا اللي هو بيبقى عباره عن النيويس سايز ار ان ايه. اما بالنسبه لاخر حاجه اللي هي الفارس جرانولوز اللي عباره عن الماتيوس سايز ار ان ده بالنسبه للجزء بتاع النيوكليس. حد عايز في حاجه كده؟ احنا خلصنا ايه الانكلوجن وخلصنا النيوكليس لقينا ايه الاورجانيزم تمام. ندخل بقى في سيناريو الاورجانيزم. الاورجانيزم دي قلنا ان هي عباره عن العضيات كلمه الاورجانيزم معناها العربي والعضيات. العضيات اللي موجود جوه الخليه اللي ليها فايده الكلية تمام؟ هو لما يجي يتكلم او يقسم تقسيمه الاولاني يقسمها ازاي؟ قسمها لي الى ممبرينس ونون ممبرينس تقسيما علشان اكون عارف انا بدرس ايه. ممبرينس ده عباره عن الاوجانيل اللي بيبقى فيها ممبرين والنون ممبرينس ده عباره عن الاوجانيل اللي بيبقى فيها ممبرين. طبعا هو ما ينفعش الكور بيتكلم عن الممبرين او الممبرينس الفلاني من غير ما يتكلم عن الممبرينس. فممكن ناس يعني يعني انا من ضمن الناس اللي بتقول ازاي الممبرين يتحط جوه الاوجانيل او الممبرين الممبرينس. فهو بيتكلم عن الممبرين الاول والممبرين اللي موجود من الاخر كاورجانيل وبيتكلم عنه اللي هو عباره عن ممبرين فبيحط من ضمن الممبرينس تمام. قسم الممبرينس الاورجانيل الى اول حاجه هنتكلم عن السيل ممبرين، بعد كده الميتوكوندريا، بعد كده الجولجي ابريتس، وبعدها الاندوبلازم كتير لو كانوا عارفين، وفي حاجه في الاخر اسمها رايبوزوم وبريزوزوم. النون ممبرينس اورجانيل لما نيجي نتكلم عنها قسمناها رايبوزومز وحاجه اسمها سايتوسكيلتون اللي هو سيبوه وقت يعني هشرحه في وقت تمام. بس اعرفوا ان دي حاجه من ضمن الممبرينس اسمها سايتوسكيلتون ترجمته بالعربي هيكل الخليه تمام. وفي حاجه في الاخر اسمها بروتيازومز هنتكلم عنها بكره. ليكم حقية الاختيار، نبدا بالممبرينس ولا نون ممبرينس؟ ممبرينس.
نقطة كده في الرؤية اسمها فوكا يعني من آخر اختصار الجيني فوكا دي يعني متركزة مع بعضها المتقاطعة تمام؟ ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في حاجة في النيرف سيل حاجة اسمها ميزل فيلم تمام؟ يبقى ده بالنسبة لللايت ميكروسكوب أنا هشوفه ازاي؟ تقريبا أنا قريت وأنا بشرح الالكترومايكروسكوب ده نعم؟ الالكترومايكروسكوب بيبقى ظاهر في الالكترومايكروسكوب باتنين سبيونت لارج سبيونت وسمول سبيونت كان علينا احنا في المنهج القديم اللارج والسمول والكلام ده انتوا عايزين بس تعرفوا لارج سبيونت وسمول سبيونت الالكترومايكروسكوب بقى هو عباره عن لارج سبيونت وسمول سبيونت تمام الاثنين بيتاخدوا مع بعضيهم وكان كان بيقول لنا يعني ان السمول اللارج سبيونت بيبقى فيها جروف وكان بيقول لنا عن لا موجود تمام اللارج سكيورتي هل بيبقى عندي مثلا اللارج سكيورتي مثلا دي والسمول سكيورتي تمام بيقف هما الاثنين دول يعني لو فاكرين كان مثلا نفترض ان في ليه كده كان بيقف على المهم دي مثلا يبقى بيكون اللي انا عايزه البروتين اللي انا عايزه تمام هو بقى بيقول ان اللارج سكيورتي بيبقى فيها جروف كده موجود تمام البروتين بيتكون لما تنزل تمام يبقى ده عباره عن تفسير المتعاملات اللي هو مش عباره عن لارج سبيونت وسمول سبيونت اللارج سبيونت بيبقى فيها جروف اللي ده طبعا بيبقوا متحدين مع بعض على طبق الام ار ان اي اللارج سبيونت او الجزء اللي تحت بيبقى فيها جروف بينزل منه البروتين اللي يتكون علشان يتخزن في المكان اللي ورا يعني اللي هو واللي بيبتدى الشين دي في الاخر خالص بعد ما تتكون يعني هتروح تبقى الوظيفه بتاعتك تمام فهو انا ببدا عن لارج سبيونت والسمول سبيونت واللارج سبيونت الاثنين يمسكوا مع بعض دي بتبقى لوحدها ودي بتبقى لوحدها الكلام ده في التحليل تمام يتحدوا هما الاثنين لما يلاقوا ايه بقى ايه تمام بعد كده بيبتدوا في اللارج سبيونت بيتكون منها البروتين اللي انا عايز اكونه بعد ما يتكون البروتين يبدا ينزل البروتين واستخدم البروتين زي ما انا تمام ممكن تكون فري وممكن تكون اكسس بمعنى الفري دي تمام لما اجي اكون عليها رايبوزوم اصل رايبوزوم ست مش واحده بس كانت ملايين فلما اجي اجمعهم مع بعض اكون في المهام الشكل نفترض يعني دي السمول سبلمنت ودي لارج سبلمنت فاجمعهم في المهام مع بعض بالشكل تمام لما اجي انا بقى ابص عليهم بلايت ميكروسكوب انا خدت الشكل ده ايه اللي هو الشكل السبايرال او الروسين حسب ما الام ار ان ايه موجود حسب ما الام ار ان ايه شكل هيبقى الرايبوزومز يمشي فيه طب انا لما بزبط انا عايز اسبغ الرايبوزومز فهبدا اشوف الرايبوزومز على حسب الام ار ان ايه كان شكله عامل ازاي لو هو مثلا سبايرال زي كده مثلا يبقى انا هبدا اشوف السبايرال لو هو مثلا متجمع شكل الروسين على بعضيها هبدا اشوف نفس الشكل اللي هو بتاع الروسين طيب بالنسبه بقى للنوع الثاني اللي هو اسمه اتنشن ريبوزومز يعني ايه اتنشن ريبوزومز؟ هناخد بعد كده في البروجينينز اللي هي بالبريلس حاجه اسمها ار اي ار الار اي ار دي اللي هي عباره عن ارافي ديزاستر اللي هي بتبقى شكلها تقريبا عامل كده هتلاقي الريبوزومز ده موجود عليها نفس النظام برضه موجود على الريبوزومز ده موجود على الار اي ار يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الاتنشن والفرق ما بين الفري انا وانا في سنه اولى كنت اعرف طب ازاي الفري واتنشن في حاجه يعني هو الفري ازاي هي فري اصلا واتنشن مع بعضها كده المفروض ان الفري تبقى واحده لوحديها لا المسمى بناء على ارتباطها بالاندوبلازميك ريتيكولم ولا لا الاغلب كله بيبقى لازم الاندوبلازميك فعشان كده اسميها اتنشن طب بالنسبه بقى للفري طب ازاي اعمل لك كل فري وهم اصلا متحدين مع بعض يعني عامل شكل لا انا بحدد بناء على الارتباط بالاندوبلازميك لو مرتبطه يبقى اتش لو هي متجمعه مع بعضيها حوالين الار ام ار ان اي بس يبقى دي اسمها فري تمام الفانكشن بتاعتها بتصنع البروتين اللي انا محتاجه هو الخلية والبروتين اللي انا محتاجه بره الخلية فالبروتين اللي انا محتاجه جوه الخلية بتصنعه بالفيزيولوجي
والبروتين اللي انا هطلعه بره الخليه وانا بحتاجه بره الخليه نفسها صداع طريق تمام. طب بعدين بالنسبه للريبوسومز كمجمل كده هنلخصها سريعا. انا الريبوسومز لما جيت اتكلم عنها قلت الديفينيشن عباره عن نيوكليوس جنين نون نيوكليوس جنين بيبقى امبسيدر لويس بروتين فورميشن تمام. بالنسبه للاورجن الام ار ان اي بيبقى مصنعين هم النيوكليوس والبروتين جاي من بره. البروتين بيبدا يدخل جوه النيوكليوس وبعد كده يروح جاي يكون الريبوسومز بتاع الريبوسومز بره الباوندري تمام. النمبر بتاعها قلنا ان هي متزجات في الخلايا اللي بتكون البروتين. اللايت ميكروسكوب ان هي بتبقى بيزوفيل تركيبها بيحدد الشكل. ممكن تكون ديفيوز يعني ملهاش كده ايه ملهاش شكل معين وممكن تكون لوكالايزد يعني متجمعه مع بعضيها كده بس متجمعه مثلا في دايره متجمعه مثلا على شكل مثلث اي شكل. وقلنا ان الديفيوز بيبقى في الامبريونيك سيل اما بالنسبه للوكالايزد بتبقى موجوده في السكيورتي سيل. الفوكه بتبقى موجوده في حاجه اسمها الميزوكاريوت اللي موجوده جوه النيرفس. فوكه يعني بؤره واحده او مجمعه في نقطه واحده. بالالكترو مايكروسكوب قلنا ان هي عباره عن لارج سابيوري وسمول سابيوري. اللارج سابيوري بيبقى فيها جروب من تحت بينزل من لكل البلايد اللي انا مكونها او البروتين اللي انا مكونه. وقلنا ان بناء على اتصالها بالاندوبلازم ريتيكولا هنسميها فينو اتاشن. الفري بتبقى مش ماسكه في الناس كتير كانوا متجمعه حوالين ام ار ان اي اما الاتاتشي بتبقى ماسكه في الرفض البلازمي بروتين. الفائده بتاعتها قلنا ان هي بتكون البروتين. البروتين اللي انا بكونه جوه الخليه اللي انا محتاجه جوه الخليه والبروتين اللي انا محتاجه بره الخليه. اللي انا محتاجه جوه الخليه هيتكون عن طريق الفري واللي انا محتاجه بره الخليه هيتكون عن طريق الاتاتشي تمام؟ هو عباره عن هيكل بتاع الخليه. بمعنى الخليه دي ما تبقاش مثلا ان هي عباره عن حاجه مثلا اورجانيل موجوده زي ما احنا موجودين كده والباقي كله فراغ. لا في سيتوسكيلتون او حاجه اسمها هيكل الخليه. هيكل الخليه دي يعني هو تخيلوا مثلا تخيلوا ان الخليه بطل احنا عاملين فيها واحنا الاورجانيل المختلف. السيتوسكيلتون بيبقى عباره عن ايه؟ يعني مثلا العمدان المواسير دي بس طبعا ماليه كل مكان تمام. يبقى ده بالظبط السيتوسكيلتون بتاع الخليه. طب السيتوسكيلتون بتاع الخليه لما يجي يقسموا الحاجه اسمها مايكرو تيوبولز وحاجه اسمها بروتو الفيلامنت اصغر منها اصغر من المايكرو تيوبولز تمام. بيبدا ياخد من كل واحد فيهم حاجات مختلفه او يبدا يصنع او تتحول كل واحده فيهم لاجزاء مختلفه. بمعنى ان المايكرو تيوبولز دي هلاقيها بتكون حاجه اسمها سيلولوز. يبقى بالتالي انا هبدا ادرس عن ايه سيلولوز تمام. بعد كده هلاقي ان المايكرو تيوبول بيتكون حاجه تانيه اسمها سيلولوز. يبقى بالتالي انا لازم ادرس تركيب السيلولوز. بعد كده هنعرف ان السيلولوز دي ممكن تكون موجوده في خليه واحده وهي اللي بتحرك الخليه كلها زي السبرم كده فاسميها ايه؟ فلاجيلا. يبقى انا كده ما بدرسش مثلا ان السنتريول ده عباره عن حاجه منفصله وان المايكرو تيوبول ده حاجه منفصله والسيلي حاجه منفصله والفلاجيلا حاجه منفصله. لا هم كلهم في الاصل مايكرو تيوبول وفي الاخر عملت شكل معين كونت السنتريول شكل تاني كونت سيليا وحاجه ثالثه كونت فلاجيلا تمام. بالنسبه بقى للفيلامنت او اللي احنا زي قلنا زي الفيلامنت دي اللي هي الاقصار اللي احنا بناكل بيها الكوبي اسمها فيلامنت تمام. هو بيتكلم في الفيلمنت قال ان بيخليها انواع حاجه اسمها مايكرو فيلمنت اللي هي صغيره وانترميديت فيلمنت يعني حاجه وسط تمام. يبقى انا كده ربيت انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن حاجه اسمها مايكرو تيوبول. المايكرو تيوبول دي بتبقى ممكن تتكون حاجه اسمها سنتريول يبقى هدف تكوين. انا لما اجي اتكلم اصلا عن السيتوسكيلتون او الهيكل بتاع الخليه عباره عن ايه؟ المفروض يعني هو مايكرو تيوبول وفيلمنت بيتكون لي بقى ايه الاجزاء المختلفه. بس انا هبدا ادرس يعني ايه سنتريول وهبدا ادرس يعني ايه سيليا وبعد كده هدرس عن ايه تمام. المايكرو تيوبيول دي قال لك ان هي عباره عن لون حلو حلو سيلندر يعني عباره عن اسطوانه مجوفه وطويله ليها فيكسد دايمتر تمام. اربع
24 نانو متر. بتتكون من جزء دايناميك وجزء ستيبل. الجزء الستيبل دي بيتكون السنتريول والسيليا والفلاجيل. والجزء الدايناميك بيبقى مسؤول عن تغيير شكل الخلية والتغيير في الطول بتاعها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا عندي دلوقتي مادة ليها فيكس ديامتر. الكلام ده هيفيدنا بعد كده. تمام؟ هيفيدنا في الاجزاء اللي جايه. المايكرو تيوب دي بتبقى عبارة عن صوان عامل ازاي؟ انا عندي ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13. تمام؟ ايه الاجزاء اللي انا رسمتها او 13 اللي انا رسمتهم دول؟ دي حاجة اسمها بروتو فيلمنت. يعني فيلمنت صغيرة اتجمعت مع بعضها. 13 اتجمعوا مع بعض واتمسكوا مع بعض كده باجزاء او باجزاء بروتين صغيره. كونوا لي في الاخر الاسطوانه المتوافقه اللي انتم شايفينها دي اللي هي اسمها مايكروتوب. تمام؟ ستيبل بمعنى ان الدايمتر الطول بتاعها ثابت. انا عندي طول انا اقول الاخر هيفضل ثابت. بس بتتغير مثلا ممكن تبقى ايه؟ مع الجيم الستيبل مش هنقعد مسافه كده، لا السيليا بتتحرك كده وكده. تمام؟ بس هي ثابته في ايه؟ ثابته في الطول. طب بالنسبه بقى للدايناميك، لا طولها بيتغير. اللي هو عباره عن ايه؟ لو حد يعرف الاميبا او الحاجات اللي بتتحرك بتتحرك بنشوف الحركه اللي هي بتظهر بتتحرك بتتحرك. طالما حاجه زي كده. تمام؟ ايه فايده ال ايه فايدة المايكرو تيوب؟ المايكرو تيوب انا بتحدد شكل الخلية، ده الدايناميك. تمام؟ يبقى في حاجة تانية اللي هو عبارة عن انترا سيرور ترانسبورت، الحاجات دي مثلا لو احنا مش عارفين مثلا نمشي على الأرض ممكن نشرب فيها ونمشي. تمام؟ فهو بالظبط هو مثلا ممكن يكون عبارة عن انترا سيرور ترانسبورت جوه الخلية نفسها. كمان بيكون الميتوتيك سبيندنج عشان السيل ديفيجن، الميتوتيك سبيندنج دي اللي هي الغدد الغذائية. الحاجات بتاع الانفصام دي. تمام؟ وبيكون في الاخر سنتيول السيليا والفلاجيلا. يبقى احنا كده عرفنا المايكرو تيوب عباره عن هالو سيلندر شيء يعني شكل واخد اسطوانه مدوخه. الاسطوانه دي بتبقى ليها فيكس دايمتر اللي هو الدايمتر بتاع سيليا اللي هو تقريبا بيبقى 24 مم. تمام؟ بتختلف في الطول وبناء على الطول ابدا احدد اذا كانت ستيبل ولا دايناميك. لو ستيبل يبقى طولها ثابت، دايناميك الطول بتاعها بيتغير. تمام؟ مش دايناميك معناها ان هي بتتحرك والستيبل ثابته ما بتتحركش، لا الاثنين بيتحركوا عادي، بس هي واحده طولها بيكبر ويقصر والثانيه طولها ثابت زي ما هو. لما جينا اتكلمنا عن الفانكشن بتاعتها قلنا ان هي بتبقى موجوده كدمار جوه الخلية. دي رقم واحد. ممكن تتكون لما تيجي تسبيل او خيوط المغزى اثناء الانفصام. ممكن تتكون السنتريول وممكن تتكون السيليا والفلاجيلا اللي احنا بندرسهم عليها. تمام؟ وبتحدد شكل الخلية. طيب الحاجة اللي بعد كده اللي هي السنتريول. ايه بقى السنتريول دي؟ السنتريول دي اللي هي لو فيديو لو انتوا فاكرين مش فاكر اسم الثانوي بالظبط. لو كان السنتريول في الخلية اثناء الانفصام بيبقى في جسمين هنا موجودين هنا اسمهم ايه؟ الجسم المركزي هي بقى السنتريول. السنتريول دي اللي هي السنتريول اللي بيطلع منها. تمام؟ هو ده السنتريول. طيب في اللايف ميكروسكوب هشوف الحاجه له سمره خاصه اسمها ايرون بروتكسون وسمره السمره دي سمره خاصه السمره دي سيلها تظهر بتظهر ازاي؟ يقول لك بتظهر اثنين دارك بودي قريبين من النيوكليس. يعني انا مثلا عندي نفترض مثلا النيوكليس اثناء الخليه مش هنقسم بقى الخليه اساسيه نفترض لعيب ونيوكليس عامل. تمام؟ هي بتبقى بتظهر ازاي؟ اثنين دارك بودي موجودين حوالين النيوكليس. تمام؟ وبعد كده اثناء الانفصام ده هتبدا تمرجريت بتروح للجوانب وتطلع المسؤوليه في ايدك وتطلع انت تطلع الشطر الجاني. بالنسبه للالكترو مايكروسكوب بيقول لك الاثنين اللي موجودين على الشرايط انجل في اتش اذر كلمه رايت انجل دي انا احتاط فيها هو تعبير هتستخدمه كده بس غالبا رايت انجل اللي هي بريديكولر في اتش اذر يعني موجودين عمودي على بعض. تمام؟ المعلومه ليست مؤكده مجرد ان انا بحس فيها بس انا بنزل منها كل شويه تدخل منها رايت انجل رايت انجل فاستنوا برضه لو كان شاء القدر ان انا اشرح لكم تاني او انتوا حابين اشرح لكم تاني هعرف لكم رايت انجل يعني. تمام؟ بيقول لك بقى ان هو بيبقى عباره عن اثنين
السلندرز يعني الاسطوانتين موجودين على الميتين على بعض. التركيب بقى التطبيق بتاعه لما ابدا اشوف الموضوع بيبقى عامل ازاي. هو بيقول ان كل سلندر وول بيتكون من 9 باندل، كل باندل بيتكون من 3 مايكرو تريول اسمها تريبليت مايكرو تريول. كانت 9 في 3 ب 27 طبعا الكلام ده ده 54. والسنتر بيبقى فيه سنتر سنتر وبيبقى فيه اثنين كمان موجودين، او بيبقى فيه في السنتر بيتكون من 13 كروتوفيلامنت والبيبسي بيتكون من 10 انا عندي دلوقتي شايفين الشكل ده. انا عندي انا غيرت الاول عشان عارف ان هو كلام غلط. انا عندي مثلا ده شكل هنرسمها بقى بلاش النقط دي هنرسمها زوايا عليها. ده عندي واحد ثاني واحد ثاني تمام. ده اللي بيتسمى ايه بقى؟ تمام. يعني ادي واحده بيجي صوابع بتقول ادي واحده ما كنتش بتقول والثانيه ما كنتش بتقول والثالثه ما كنتش بتقول. الثلاثه دي مع بعض نفس الطريقه اللي شايفاها تمام. يبقى دي بيسموها ايه؟ تريبلت ثلاثيات على شكل ثلاثات مع بعض تمام. بيقول لك بقى بتتكون 9 بوند كل بوند ثلاثات. بمعنى انا عندي ادي واحده صح ثانيه وهكذا. يعني مثلا نفترض ان دي واحد اثنين في واحده زي هنا ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه تمام. عاملين لكم هذا الشكل ايه؟ الشكل الشكل الصغير. انت عارف الموضوع جه ازاي؟ هو انت بتسال على حاجه ولا بتكلمني في حاجه؟ اللي هي بتبقى عباره عن مايكرو تيبيول تمام؟ مايكرو تيبيول اهي والثانيه اهي والثالثه اهي. متجمعه مع بعض الشكل ايه؟ ثلاثيات. ثلاثة وثلاثة 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 جمعوا مع بعض تسع ثلاثات. ثلاثة تسعة كام؟ يبقى السنتريول فيه كام؟ السنتريول يبقى فيه كام مايكرو تريول؟ ثلاثة في تسع مجموعات يبقى كام؟ تمام. ايه بقى حكاية ال 10 وال 13؟ احنا قلنا الأول لما اتسالنا عرفنا ان المايكرو تيبيول بتبقى عباره عن 13 بروتوفيلامنت صح؟ اول واحده اللي هي رقم دي هنا سميها دي ودي دي ودي سي. اول واحده اللي هي رقم دي دي ال 13 كاملين مع بعض تمام؟ بس لما اجي اشوف الثانيه دي الشكل ده دي كده 13 انتوا كده شايفينهم ايه؟ دايرتين. بس لما اجي اطلع دي هل دي دايره كامله؟ يبقى دي 13 ودي كام؟ 10. بس عرفت 13 و10 ده ازاي؟ كده هو ده. انا عندي وقتي بنقسمها اسهم اثنين بمعنى نص اثنين اربعه ايوه دي سبعه ثمانيه تسعه 10 11 تمام؟ دول كده ايه؟ الثانية اللي ماسكة فيها كده هنسميها دي. الثانية اللي ماسكة فيها أبدأ ال 1 2 ادي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صح؟ تمام كده؟ دي كده؟ كام على بعض تاني؟ 13 تمام؟ بس الثلاثة دول مش بتاعتي بتاع دول الأساسية صح؟ طب نخلي بقى كده نمسح تاني كل واحدة له حاجة نمسح تاني نمسح ايه؟ نمبر 2 نيجي على الجمل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عرفتوا 10 جت ازاي؟ يبقى هما اتحدوا في ثلاثة بس الأساسي الثلاثة دي بتاع نمبر 8 بس نمبر 2 جت ايه؟ اتفرض عليها دي وخلاص. وبالنسبة هتلاقي في معاه مع الدين يبقى هي ادي 13 دي الثانيه بتمشي فيها بالطريقه دي تمام. والجزء اللي في النص اللي هو الاثنين صوابع دول هو مكان الاتقاء او الثلاثه المشتركين. بس لما ابدا اشيل ايدي دي كامله زي ما هي بس دي مش كامله تمام. يبقى عرفتوا ازاي 13 و10 يبقى في الاول انا عباره عندي عباره عن مايكرو تيوب
المايكرو سيكيورتي بيتطور مش على الدوكر بيتطور البروتوفينامين هنركز ما بين تعبير البروتوفينامين وتعبير مايكرو سيكيورتي. لما يقول لي تعبير البروتوفينامين الاجزاء الصغيره اللي بتكون المايكرو سيكيورتي الواحد يبقى انا ساعتها هقدر احكم بقى هل ده عند 10 ولا عند 13. طب لما انا اتكلم بقى على مايكرو سيكيورتي عامه هو ده بقى اللي بيحدد هل هي شكل الثلاثيات والتسع برضه والكلام ده. يبقى هو الموضوع بيقول ان انا عندي مايكرو تيبول على شكل ثلاث ثلاثيات فاضل متجمع بعضيها على شكل ثلاثه تمام. في تسعه منهم متجمعين مع بعضيهم على فكره انت بتلاقي هتلاقي دول ماسكين كده مع بعض يعني بالسيفين. لما نيجي نتكلم بقى خلاص احنا كده خدنا التركيب من جوه والاستصمام لما اجي اشوفه من بره هشوفه عامل بالشكل ده. يبقى هو عباره عن يعني صور اتكونت من كام مايكرو تيبول 27 ده مين؟ ثلاثيات في 9 مجموعات. طيب قال لك التركيب الدقيق بتاعها اللي هي عباره عن دوائر دايره اسمها ايه ودايره اسمها بي ودايره اسمها سي. قال ان الدايره رقم ايه بتبقى عباره عن 13 بروتوفيلامنت والدايره بي وسي 10. عرفنا 13 و10 دي ازاي تمام. هي مسؤوله عن السي ديفيجن وتكوين السي والفلاجيل في مرحله يعني نظام الشكل الجاي اللي هو بالظبط الجيت وتتقسم كذا مره وبعد كده يطلع منها اللي هو خد المغزل والكلام ده تمام. طيب ايه بقى السيليا دي؟ السيليا دي لما نيجي نشوف مثلا التركيب بتاعها ليها ثلاث اجزاء جزء بيبقى اسمه البيزال بودي وجزء اسمه الشافت او الانفينيف والجزء الثالث بيبقى اسمه الاوروبي تمام. محتاجين بقى احنا الكلام اللي قلناه ده هنحتاج بيها كتير خالص وعايزين هيفعل الوضع اللي هيجي فهمتوها ولا لا تمام. انا الاول الاوجر بتاعها قلنا بيحصل ده بيجيب لي السنتريول وبتبدا تكون السيل تمام. اللايف ميكروسكوب بتاعها هلاقي ان هي عباره عن هير لايك ستريشنز بنفس الشكل تمام شكل اللي شعر. الالكترو مايكروسكوب بتاعها او الاستراكشر بتاعها عباره عن بيزل بيزل بودي. طيب مثلا اللي ده السي الممرين بتاع ايه الجزء اللي هيطلع منه السي. انا في عندي جزء في نصي كده اللي هو محشور في الممرين ده اسمه ايه بيزل بودي بيطلع منه فوق السي دي ظهر فوق اللي هي اسمها الاكزوني تمام او الشافت اكزوني او شافت الاثنين معنى واحد تمام. والشافت معناها الذراع اللي بيطلع فوق. طب لو دي اللي هو الجزء اللي بيمثلها هو الخليه نفسها او هو الاستراكشر اللي تحت. انا عايز ادرس التركيب ده التركيب ده التركيب ده. لما اجي اشوف الجزء ده الجزء اللي هو البيزل ده نفس تركيب السنتر السنتريول بالظبط اللي هو عباره عن بندلز ثلاثيات وموجود بينهم تسع بندلز تمام. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للبيزل البيزل سيجرا تو سيجرا نفس تركيب السنتريول ثلاثيات على شكل ثلاثيات في منها تسع بندل. التركيب نفس التركيب برو بي وبي او سي عباره عن 13 بروتوفيلامنت 10 تمام. تلاقي الشكل مش كده انا عندي الثلاثه دول تمام هيبقى منهم اثنين بس ويطلعوا انا عندي الشكل اللي هو الجزء البيزا بودي الثلاثه دول هيبقى منهم اثنين ويطلعوا فين؟ Thank you.
هيكون في النص كده كام 20 كام كام بروتين عشان البروتين لازم يكون 13 واللي 10 زي ما احنا كده عارف التركيب بتاع الشفت او الاكسجين عباره عن ايه تحت ده الكلام يعني ما فيهوش اي حاجه خالص احنا طبعنا اثنين صح الواحد اللي نزل اللي تحت ده هيبقى هو اللي حاجه كده تمام احنا كده من كل التريبل نزل منها ايه نزل منها واحده كده هي الروتين ده اللي بيها فيكس البيزا بودي مع الشفت على السيتوبلازم وبيطلع منه الثيرد مايكرو تيوب بتاع كل تريبل يبقى التريبل بتاع البيزا بودي طلع منه اثنين فوق ونزل منه واحد ايه تحت تمام الفايده بتاعته ايه الفانكشن rhythmic beating moving the fluid and the solids where modified cilia اللي هي فيها هولز وهولز في الكلام بقى تفسير الكلام rhythmic beating يعني اللي هي بتعمل حركه بس ايقاع معين ثابت اللي هو بيعمل ايه كده كده بس كل ده بيحصل في وقت معين يعني لها تون معين او حاجه ايقاع معين هي ماشيه بيه يبقى دي اسمها ريتميك موفمنت حركه كده ليها ايقاع معين كل مثلا ثانيه بتضرب مره فاهمين الجزء اللي عشان تحرك طبعا الفلويد والبارتيكل اللي عليها وبعد كده بيقول لك ان في حاجه اسمها موديفايد سيليا دي اللي بندرسها في الفيسيولوجي اوف ذا اي ان شاء الله في سنه ثانيه مش عارف تدرس الفيسيولوجي اوف ذا اي بيبقى فيها عباره عن حاجه كده اسمها الرودز والكويز ده عباره عن سيكتور موجوده جوه الاي اللي هي بتخليها تشوف مستقبلات موجوده جوه الاي عشان تخليها تشوف دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيقول لك ان هي بتبقى عباره عن سيليا اتحورت وبقى لها وظيفه كاسم تمام؟ الفلاجيلا بيقول لك ان هو زيه زي الشافت بتاع اللي بتاع السيليا بس هي الحاجه اللي فيها ان هي بتحرك البادي كله على بعضه تمام؟ يعني دي مثلا السيليا كانت بتضرب تحرك البارتيكل اللي معدي فوقيه وترجع تاني انما الفلاجيلا لا ده بتحرك الجسم كله زي مثلا الاسبرين تمام؟ اخر حاجه اللي هي الفيلمنت الفيلمنت هو في منه نوعين في حاجه اسمها بروتوفيلمنت وفي حاجه اسمها انترميديت فيلمنت المايكروفيلمنت قال لك ان دي بتبقى عباره عن فيلمنت زي مثلا زي الاكتين فيلمنت كده اللي هي ايه؟ فروت او اللي هي ايه؟ كده تمام دي حاجه كده زي اللي هي المايكروفيلمنت تمام بتبقى في نوع منها او في حاجه منها اللي هي بتبقى عباره عن الاكتين اللي بتمسك مع الميوسين وتعمل كونتاكت تمام فايدتها ايه بقى المايكروفيلمنت دي بتكون البور بتاع المايكروفلوي والهيموكويد موفمنت الحركه بتاع الاميبا اللي احنا قلنا عليها دي تمام طيب ايه بقى السؤال المهم في الحته دي يعني الفيلمنت غالبا المايكروفيلمنت الناس كلها كده هتعديها بس المايكروفيلمنت عشان تكونوا عارفين اهم سؤال فيها اللي هي بتكون البور بتاع المايكروفلوي تمام يعني هيجي بعد كده في الاس يو حد سوى حركه البور بتاع المايكروفلوي يروح شغال في السيليا تمام هو الفرق ما بين المايكروفلوي والسيليا ايه؟ يعني انا عندي مثلا السيليا ايه؟ هتلاقي المايكروفلوي عباره برضه عن زوايا كتير والاثنين على فكره ما بيبقوش واضحين قوي لما بيشوفوا يعني الاثنين ممكن يختلفوا حتى لما بيشوفوا بس هي كل الفكره اللي انا اعرفها ان السيليا بتبقى عباره عن مايكرو تيوب انما المايكروفلوي بتبقى عباره عن مايكروفلوي اللي هي بتبقى عباره عن اكتيف او الكور بتاع الاكتيف لان المايكروفلوي دي بتتربط تمام يبقى انا دلوقتي المايكروفيلمنت قلنا ان هو عباره عن خيوط او خطوط زي مثلا خطوط الاكتين ثالث ثانوي الشابتر الاول اللي هو خطوط الاكتين بتجذب الميوسين ومش عارف ايه والكلام ده تمام كل ده بتاخد الفايده بتاعتها بيبقى لها قوه انقباض زي الاكتين مثلا طيب ليها فايده ثانيه اللي هي بتكون الكور اوف مايكرو يبقى كده ايه الفرق ما بين المايكرو فلاي والسيليا السيليا عباره عن مايكرو تيبيول انما المايكرو فلاي عباره عن مايكرو فلاي الانترميديت فيلمنت دي معناها خيوط بس اكبر من الفيلمنت بتاع المايكرو فلاي لازم يكون عارفين الرقم المايكرو فلاي 5 7 تمام انما الانترميديت فيلمنت بتبقى عباره عن 8 ل 10 تمام ايه
فرق بالطريقه الثانيه دي؟ هو بيقول ان او التوزيعه بتاعتها كل مكان بيتعمل بطريقه ثانيه من معين. تمام؟ طبعا الحاجات دي بتحفظ. تمام؟ بيقول لك مثلا حاجه زي السيتو حاجه اسمها سيتو كرياتين. تمام؟ السيتو كرياتين ملهاش ترجمه. السيتو كرياتين عباره عن ايه؟ نوع من الانترميديت فيلمنت. ملوش ترجمه، ده نوع من الانترميديت فيلمنت. بيبقى موجود فين؟ موجود في الميثيليوم بتاع الهير والنيف. الميثيليوم ده عباره عن ايه؟ اللي هو الغطاء اللي موجود بره والشطر كامل عليه يكون شطر الجسم والسيليوم. تمام؟ لو حد يسال السيليوم يبقى هو موجود في الميثيليوم بتاع اللي هو بيكون الهير والنيف. ده بالنسبه لمين؟ للسايتو كرياتين. في حاجه اسمها الفيمين دي، انا كنت بفتكر ده من الفيمين دي موجود في الكونكتيف في معدني. تمام؟ الكونكتيف تيشو والمصل. في حاجه اسمها ديزلين، ده موجود في المصل اللي بيربط الماي فايبرتس مع بعضيها. الماي فايبرتس دي اللي هي خطوط الاكتين واللايوسين. تمام؟ بيربطهم مع بعضيهم. حاجه اسمها نيورو فيلامنت، ده برضه نوع من الانترميديت بيبقى موجود جوه النيرف سيليوم. الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها جلير فايبرايدر اسيتيك بروتين، اللي موجود في الجليا سيل. الجليا سيل دي ايه؟ ده عباره عن خلايا موجوده جوه النيرف سيستم. النيرف سيستم الخلايا دي نوعين، حاجه اسمها بلاد سيل وحاجه اسمها نيرف سيل او نيورو. تمام؟ لو حد هيسال بلاد سيل يعني طبعا الاسم الكبير على بعضيه جلايا فايبرال اسيتيك بروتين، ده نوع من الانترميديت فين؟ محدش حاول يجيبه. تمام؟ جايز الكمبيوتر جامد بس احنا مش عارفين في حاجه، احنا مش عارفين في حاجه. ده السنه اللي علينا احنا هنكتب الاختصار بتاعه، ما كناش جايين عارفين الاسم بتاعه. الاختصار بس. الاختصار. الجي اف اي اول حرف من كل معلومه. اخر حاجه اسمها لامينز، دي موجوده في النيوكلير ميمبرين. دي برضه احنا يعني شارك من عليكم بس الكروماتين ده بيبقى الكروماتين ده لازم في الانر ميمبرين عن طريق حاجه اسمها لامينز. خيوط كده ممسكاه في الانر ميمبرين هي دي لامينز اللي بتربط الكروماتين في الانر ميمبرين. بس شارك من عليكم طبعا في تركيب الايه؟ الميمبرين او النيوكلير ميمبرين. تمام؟ كده احنا خلصنا السايتوسكيلتون. حد عايز يسال فيه على حاجه؟ زي ما
زي مثلا ايه بتاع النيوكليير ميمبرين دي زي بتاع السيمبرين اللي هي بشوفها في السيلفر والبي اس. تمام. طيب ايه بقى الالكتروميكروسكوب؟ في نقطه بس موجوده كده بيقول لك ايه امباكت كانوت بي فيجوالايزد باي الميكروسكوب بيكوز سيكنس از ليس ذان ذا بيست ريزولوشن ريزولوشن باور فور لايت ميكروسكوب. يعني ايه الجمله اللي فاتت عاملها دي؟ معناها ان انا مش هقدر اشوف. طب كاتب السبب ليه ما اقدرش اشوفه؟ السبب ان هو اصغر من قوه التكبير او العدسه بتاع لايت ميكروسكوب. انتوا خدتوا لايت ميكروسكوب كده في مقدمه هامه في الكليه، واللايت ميكروسكوب بيشوف الحاجات اللي حجمها كبير وبيشوف الحاجات اللي حجمها صغير والكلام ده. ليه بقى؟ كل واحد له قوه تكبير معينه. اللايت ميكروسكوب قوه التكبير بتاعته ما تقدرش تجيب السلم البين، عشان كده هو ما بيتشافش. يبقى ده معنى الكلمه او الجمله اللي مكتوبه دي، الحجم بتاعه اصغر من ان هو يتشاف باللايت ميكروسكوب علشان قوه التكبير بتاعته قوه التكبير اللي هو اصغر من قوه التكبير بتاع الميكروسكوب. بالنسبه بقى للالكتروميكروسكوب هشوفه ازاي؟ برضه بيقول لك ان هو بيبقى عباره عن حاجه اسمها تراد اميلا ميمبرين. يعني الميمبرين اللي شكله في الالكتروميكروسكوب لما بشوفه عباره عن ثلاث طبقات، بيسموها الثلاث طبقات على بعضهم دي حاجه اسمها يونت ميمبرين او وحده على بعضها. طيب هو انا بشوفه ثلاث طبقات ازاي؟ بيبقى عباره عن اثنين ضغط وواحده فتحه. ده الشكل اللي انا بشوفه تحت الالكتروميكروسكوب، عباره عن طبقتين ضغط وطبقه فتحه. طب بالنسبه للمسميات بقى بتاعتنا الجديده مش هقول دارك ولايت، انا هبدا اقول ان بيبقى كل واحده فيهم بتتكون من 2 الكترون دنس دارك لايرز سيبريتد باي الكترون ديوسنت لايت 1. كلمه الكترون دنس معناها ان الحاجه دي فتحه، دي كده اسمها الكترون دنس. الكترون ديوسنت معناها فتحه. يبقى دي كده مسميات جديده لكلمه دارك وكلمه لايت. تمام. بالنسبه للالكتروميكروسكوب لما انا اقرب اكتر هلاقي ان في موجود عليه حاجه من بره اسمها جلايد كيس. جلايد كيس دي بتبقى عباره كده عن ايه؟ فيوزي فورم ماتيريال كده، يعني حاجه كده اللي هو شوف حد عارف الصوره هي المكسله؟ الصوره اللي بتبقى مكسله بيجي مكبرها. تمام؟ يبقى شكلها ايه؟ اللي هو بيبقى عليها تغش، بتقول حاجه كده بتقول لها مغبشه. هو بقى المغبشه دي اللي هي جلايد كيس، حاجه شكلها مغبشه. تمام؟ فهو بيقول ان الكفر باي كلاكوكليكس اللي هو حاجه اسمها فازي ماتيريال وانت اوتر سيركس. فازي ماتيريال يعني معناها باشا مش عامله زي الصوره اللي كانت مكسيك. تمام؟ ده بالنسبه للالكتروميكروسكوب بتاعنا. التركيب الادق للالكتروميكروسكوب هو بيكلمني ان في حاجه اسمها جروب ستراكشر، او التركيب بقى اعرف هو ايه اللي بيكونه اصلا. برضه ثلاثه عباره عن ليبيد، عباره عن ليبيد وكربوهيدرات وبروتين. تمام؟ ابدا ادرس انا واحده واحده. الليمت عباره عن ايه؟ الليمت بيكون حاجه اسمها فوسفوليبيد باي لاير وحاجه اسمها كوليسترول. يعني ايه فوسفوليبيد باي لاير؟ فوسفوليبيد باي لاير دي اللي هو في معضل الشكل ده كده. هنفترض ان انا ارسم هنا كده سيمبرين، عايز اقول لكم حاجه. يعني السيمبرين في حاجه اسمها في وسط ولا محلول. تمام؟ المحلول موجود هنا كده سواء في السيتوبلازم او موجود هنا سواء في الخلية من جوه. تمام؟ هو موجود بره الاكسترا سيلور او الانترا سيلور، زي بره الخلية وجوه الخلية. بس ده زي هنا مش يعني. يبقى ممكن يكون موجود بره الخلية محلول او ممكن يكون موجود جوه الخلية محلول، عشان في ناس بتدور فيها يعني بتدور فيها في حاجة معينة كده. قال لك هو عبارة عن كده، ده السيمي بلاي. اكبره اكتر هيبدا يظهر بالشكل ده. وعلى الحال ده بقى قول السن ايه اللي انا لسه ده بقى؟ دي حاجه اسمها ايه؟ دي حاجه اسمها ايه؟ تمام؟ مين فيهم اللي ناحيه الضوء؟ ليه بقى؟ اللي هنا في الضوء وهنا في الضوء. عشان ما يجيش حد يقول لي ايه؟ طب المفروض ان دي كده ناحيه الميه كده مش ناحيه الميه، لا الميه موجوده هنا موجوده هنا. تمام؟ يبقى دي كده في هيك وده في هيك. انا راسم ليه؟ راسم ليه؟ يعني هو المفروض في هيك وده هو. يعني لو في ناس هتقول ايه؟
ميسكيو وكان جاء كده في سنه ميسكيو والتركيبه دي ما كانتش موجوده في الكتاب وهو عنده تاني تمام ما عندوش الكتاب مش كاتب ان هو عنده تاني يعني كل هيد معاه تاني تمام بس كان واضح من رسمه القصر العيني كتاب الاهلي الكتاب بتاع الاهلي الرسمه كانت موضحه طبعا احنا مش هنبص على الرسمه تمام فعشان كده كنا بناخدها دايما اللي هي واحده هيد 10 تمام المقارنه بقى بينهم ده كلام ساوي اليمين بتحب الميه بتسمع كده هيدروفيلك هيدرو يعني ميه فيلك يعني ايه هيدروفيلك بتكره الميه انا اعرف المسميات وارسمهم انا اللي انا عارف انا اعرف المسميات اعرف ان محب الماء اسمه هيدروفيلك وكاره الماء اسمه هيدروفيلك اعرف ان اللي بيحب الميه بيبقى شارجد وبيبقى كولر انا بقى ابدا اظبط انا مع نفسي مش لازم ابص للي موجود في الكتاب يبقى الجزء اللي بره ده هيدرو فين لانه يعني بيحب الميه اللي هو جزء اللي هو ايه الهيد طالما بيحب الميه يبقى كولر تمام والتاني عكسه من الشكل كده ده بيبقى موجود بره ناحيه الاكيوس سواء اذا كان مثلا اكسترا زيرو او كونترا زيرو ده بيبقى امبيدد او بيبقى داخل مع بعضه تمام الكوليسترول الجزء الثاني اللي هو الكوليسترول ده الجزء اللي بيبقى امبيدد هنا تمام بيبقى موجود عند الهايدرو كوبيك بار تمام الحاجه الثانيه البروتين اللي هو التكوين الثاني ايه بقى البروتين ده؟ البروتين عباره عن نوعين حاجه اسمها انتجرا بروتين وحاجه اسمها بروتين او سنتين بروتين وحاجه اسمها كوليسترول كوليسترول احسن كوليسترول كوليسترول اللي هو شايفين؟ له فايده ثانيه ان هو بيتحكم في البرنابيت بتاع الممبرين وقال يدخل ميه ولا ما يدخلش له فايده ثانيه مش عارف او عايزه في الميه وفي السلامه طب انا مش عارف بس كده لو خلص الحاجه على بعضها طب دي التشيش انا من مكان بعيد ناس ثانيه من مكان بعيد عشان نخلص بس قلنا الكوليسترول ده ما بيبقاش في الجزء اللي هو هيدرو بالنسبه بقى للبروتين قلنا ان هو بيبقى فيه حاجتين حاجه اسمها الكوليسترول وحاجه اسمها البريفرال بروتين او سنتين وانتين بمعنى السنتين ده موجود بره تمام وموجود هنا كده طب بالنسبه بقى للانتجرال بروتين بيبقى واخد السن من الليكويد يعني بيبقى فيه معدل كبير ولما بقى ان في كلمه كده موجوده انا مش عارف برضه معناها اللي هي بتقول ايه؟ كان بيقول لك في صامل الكوس ستيل اكروس ليبل بلاير اكت از اتشاين فور ووتر سوديوم سبستانس اند اي كوم دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانتجرال بمعنى قال لك ان بيبقى جزء واخد اللي اتشال كلها زي كده اللي بيبقى كله زي ما انتم شايفين كده وواخد من عامل شكل اتشال تمام؟ اللي اتشال دي مين اللي بيعدي بيها؟ الاي ما بيعرفش يعدي الحاجه دي خالص طب ايوز ايه ده بتاعت ايه البروتين يروح معاه الايوز ايه الايونز الايونات ما بيعرفش يعدي من قلب البروتين بيخرج الليمت اه دي فيزيكال فايه ده يعمل ايه؟ يبدا يخلع الطوابق لو بيتشال فعمل ايه؟ عمل طوابق طيب الكربوهيدرات او الحاجه الثالثه اللي هي الكربوهيدرات هو بيقول ان الكربوهيدرات ده بيبقى مكون حاجه اسمها جلاد بروتين وجلاد حاجتين برضه يعني احنا كده قسمناها ثلاث اجزاء كل جزء حاجتين تمام الحاجتين بتاع الجلد بتاع الكربوهيدرات عباره عن ايه؟ عباره عن جلد بروتين وجلد بروتين ليبيد بيبقى عاملين حاجه اسمها جلد فيكس وجلد فيكس فور اللي موجود بره او الفاز فور اللي موجود بره تمام ايه جلد بروتين وجلد ليبيد معناها ان جلايكو معناها كربوهيدرات جلايكو بروتين يعني كربوهيدرات ماسك بروتين جلايكو ليبيد معناها كربوهيدرات او نشويات ماسكه تمام ايه فايده السن البروتين عامه فانكشن اوف سيل ميمبرين هو كان بيقول ان هي بتعمل اتنشن للاذر سيلز والليزر بلاند الخلايا يعني انتوا بعد كده هتيجي مثلا الليزر ديستريشن هتلاقي ان هو مثلا من كوريت الفيش كده وفوقيه بقى ايه السيلز بتاع الاي سي بي فدي كنا بنسميها اي سي لاند تمام فتبدا الخلايا تمسك كده طب الخلايا تمسك ازاي مش مسك جزء من السيل ميمبرين يبقى هي دي فدي طيب يعني ايه بقى خلايا ماسكه مع بعضها دي حاجه سهله يعني الخلايا اهو دي الخلايا دي هتيجي تمسك عن طريق ايه؟ عن طريق السيلو يبقى دي الفايده الحاجه الثانيه هو بيقول ان هو دي
ديتكشن سيجنال ترانسميشن اوف امبلس للنيرف امبلس. بمعنى البروتين الممبرين اللي في النيرف اللي بتيجي تدوس ريسيرش اوف كير عند المصل هتلاقي ان هو بيبقى الممبرين من بره بيبقى فيه في الاثناء اللي عمليه نقل الكهرباء في الجسم بيبقى فيه اللي هو تشارج بيبقى فيه تشارج معدي او حاجه بتعدي بيبقى بيقول لك ان في مره بوزيتيف وجوه نيجاتيف الكلام بتاع ثانوي. بعد كده تيجي الايونات النيجاتيف والبوزيتيف هي الحته دي بقى هي اللي بيقول لك هي اللي بتبقى مسؤوله عن التحويل. يبقى كده عرفت فكره السيم برين في نقل الفيروس اللي هو عليه الشارج اللي هي بتدخل وتخرج والكلام ده تمام. بعد كده سيلكتيف بيرميبيليتي. بمعنى ايه سيلكتيف بيرميبيليتي؟ الممبرين ده مش مفتوح على البحر لو بيدخل مواد معينه بيسيب مواد معينه. انا ماده كبيره عايز ادخل الخليه طب لو دخلت على المواد يبدا السيلكتيف بيرميبيليتي كلها حجم كبير فمش هتقدر تدخل تمام. يبدا مثلا لو هي كانت ماده مثلا ايونيك او متاينه ما تقدرش تعدي من خلال الليفل باي لاير بس ممكن تعدي من خلال البروتين شانل. طب لو انا مش محتاجها ابدا اتحكم فيها على البروتين شانل واقفلها اقفل البروتين شانل انا مش محتاجها. يبقى ده كده السيم ممبرين ببساطه. الترانسبورت اكروس السيم ممبرين ده السيم ممبرين احنا اتكلمنا عنه من حيث التركيب ثلاثيات اثنين ثلاث حاجات دي كمان كربوهيدرات ليبت بروتين كل واحده فيهم خدها اثنين. كربوهيدرات عباره عن جلوكوز بروتين وجلوكوز ليبت. الليبت عباره عن فوسفوليبت باي لايت الليبت اللي هم اثنين وكوليسترول الحاجه تبدا البروتين وانا هنتيرا البروتين واللي هو اللي هي الفلتر البروتين تمام؟ النقل عن طريق السيم برين هو بيقول ان في حاجه اسمها اكتف ترانسبورت فاسيليتي ترانسبورت تمام؟ والسيم ديفيوجن السيم ديفيوجن اللي هو عن طريق ايه؟ الشنط دي عندي ميه بره كتيرة وجوه هنا تبدا تروح من بره لجوه تمام؟ ايه هو الاكتف او الاكتف ترانسبورت او الفاسيليتي ترانسبورت؟ الاكتف ترانسبورت دي معناها حاجة منقولة عكس التيار. بمعنى أنا عشان لو عكس التيار محتاج طاقة. فهو برضه نقل بالنظام ده. أنا لو عندي مثلا حاجة عايز أوديها عكس التيار محتاج طاقة. بمعنى إن أنا بفترض فرضا إن الصوديوم عندي بره أكتر وجوه أقل. وأنا لازلت عايز أطلع صوديوم من جوه لبره. بعتمد على إيه؟ بعتمد على الأكتف ترانسبورت ده. إن هو ياخدني من المكان القليل للمكان العالي. ده عكس التدريج أنا المفروض ما أعملش كده. عشان كده بحتاج الطاقة. فاسيليتي الترانسبورت معناها ان انا انقل بكارير. يعني ايه كارير؟ الكارير ده بيبقى حاجه زي كده مثلا تمام؟ انا عايز اقول حاجه من بره لجوه بس حجمها كبير مش هتقدر تعدي من خلال الانشال تمام؟ الانشال اللي انا عاملها مش هتقدر تعدي من جواها فبيبقى ايه حاجه اسمها كارير. الكارير ده بيبقى عباره عن ايه؟ انا لما افترض هو الكارير عباره عن بروتين بيشتغل ازاي؟ هو انا سمعت لها بروتين كل واحد قاله بروتين فالطريقتين هم ادي تمام؟ ودي الحاجه اللي انا عايز اقولها القطعه السوداء دي اعمل ازاي؟ اروح اعمل ايه؟ اروح من الخلف دي طريق وانا ما اقتنعتش بيها. الطريقه الثانيه انا شفت لها فيديو ان الكارير بيبقى موجود تمام؟ انا دلوقتي عايز اجيب حاجه كبيره احطها هنا فببدا اوسع من هنا واضيق من هنا دخلت الحاجه تمام؟ ابدا اعمل ده الكارير او النادي بتاع الكارير تمام؟ ناقص بعد كده حاجه الحاجات الكبيره بقى قوي اللي انا مش عارف ادخلها ولا كارير ولا اي حاجه بس قدم لها حاجه اسمها اندوسايكوزيس او البينوسايكوزيس او حاجه اللي هي الخليه مثلا لو بتاكل يبقى اندوسايكوزيس لو بتشرب يبقى لو بدخلها حاجه اندوسايكوزيس لو بطلع منها حاجه اندوسايكوزيس. الاندوسايكوزيس هقسمه ثلاثه حاجه اسمها فاجوسايكوزيس وبينوسايكوزيس الحاجة الثالثة اسمها سيكتور ميديتو ميديتيك اندوسايكوز تمام؟ الحكاية دي هو قال ان الفاجوسايكوز دي عبارة عن الخلية بتاعتي موجودة بره الخلية عايزة تمام؟ هعملها ازاي؟ بطلع حاجة اسمها سودو بوتيك السيكتور ميديتيك يعني اقدام بازل اللي احنا كنا بندرسها في سنة تمام؟ تطلع تعمل ازاي؟ انا عندي السيكتور ميديتيك وعندي موجود هنا كده اتخيل ان موجود هنا حاجة انا عايز اجيبها اجيبها ازاي؟ اروح اطلع صوت منها زي كده تمام؟ الحاجه بتبقى هنا كده هحطها تمام؟ اروح فك الكوبي وداخل كده تمام؟ انا عرفت انا عملتها ازاي؟ هسيبها دلوقتي بس انتوا متخيلوا المنظر؟ المنظر ازاي؟ انا عندي مثلا السيلفر تمام؟ اروح اطلع صوت منها اروح جايب الحاجه
الكره في الباك تمام اللي هي بترسم ازاي ادي السيم اللي ماشي كده ادي السيم اللي ماشي تمام بعد كده السيم اللي تقدر تطلع صوره Substances that you have been attracted, the pocket will be tensioned for the
forming pitching off, forming the accumulated vesicle in the cellulase, the lysosome cannot act upon until clathrin cold excitation. بمعنى ان هو بعد ما يجمع الكميه اللي انا عايزها من الدهون يبدا يحصل انفصال نوع من الفصلات هنا وتبدا تتحقق بالكلاثرين بروتين علشان كده عشان الهرمون اللايزوزوم ما تقدرش تشتغل عليها لغايه ما كل اللي محتاجها او لغايه ما شيل الكلاثرين. Against concentration concentration gradient اللي هي عكس زي ما قلناها كارير يا اما عن طريق اكتف ترانسبورت ده بقى تاني من الترانسبورت. اهميه السيت او الجزء اللي كان موجود بره اهميته ايه؟ احنا كده اتكلمنا عن السيم بلين وبعد كده اتكلمنا عن طرق النقل عن طريقه ونسينا نقول فايده السيت بوت. السيت بوت ده عامل زي ايه؟ زي القوام اللي بتاعت الحلقات اللي هو ايه؟ حاجه انه يتعرف على حاجه يبقى معرف في البيت يعني هو مثلا اي حد غريب جاي فلازم يكون عارف هو ايه تمام او يعرف البيت اللي انا هعمل ده بتاع مين. هو فايده انه يعرف الناس البيت ده بتاعه. هو برضه السيت بوت فايده ان هو يعمل كوميونيكيشن ما بين السيلز في الجاب جنكشن. يعني ايه جاب جنكشن وكوميونيكيشن؟ ان في خلايا زي ما احنا درسناهم متصلين مع بعض في بيناتهم حاجه اسمها جاب جنكشن يعني في بيناتهم فتحه تمام. فهو فايدته انه يعرف الخلايا دي على بعض او يواصل او يخلي الخلايا دي تتواصل مع بعض تمام. الفايده الثانيه ريسبتور سايتس فور هرمون وبعض الانزيمز اللي موجوده في السيل ميمبرين. ثاني حاجه السيل ريجوليشن عشان تعرف خلايا جسمك ان الحاجه دي جدعه. يبقى السيل كود ده عليه حاجه زي ما او حاجه تعرف الجسم ان انا جدع تمام. الفايده الثانيه اللي احنا قلنا اللي موجود عليه الريسبتور اللي احنا بس كنا بنتكلم فيه اللي هيجيب الهرمون او الانزيم المعين اللي انا عايزه تمام. السيم بري موديفيكيشن اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اللي هي المايكرو واي بقى والسي او الكلام ده كان بالنسبه للسيم بري. في حد عايز يسال فيها حاجه؟ Thank you.